بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. زره مشتاقا، هذا الحال وهذا الظرف وردت الإشارات إليه في روايات أهل البيت عليهم السلام، بأنك أيها الزائر إذا أردت أن تأتي إلى زيارة الحسين عليه السلام، عندما تريد أن تعقد النية على الذهاب إلى زيارة الحسين عليه السلام، اجعل الشوق في قلبك، اجعل هذا الذهاب إلى الزيارة والذهاب والقصد إلى الحسين عليه السلام من باب الشوق. كيف أنك إذا كنت مشتاقا إلى شيء معين كنت لهفانا عليه وتأتي إليه بكامل الإرادة بكامل المحبة، كذلك فليكن حالك عند زيارة الحسين عليه السلام، تأتيه بكامل الشوق، لا مللا لا ضجرا لا عن تعب، لا، تأتيه بشوق. لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام أو الباقر سلام الله عليه يقول: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. لاحظوا هنا الإمام الصادق عليه السلام أو الباقر أعطوا صفة للإمام الحسين عليه السلام، قالوا المظلوم، وهذه صفة مختصة بالحسين عليه السلام، عندما يذكر المظلوم الأذهان تنصرف مباشرة إلى سيد الشهداء عليه السلام، مع أن كل أهل البيت عليهم السلام مظلومون، ولكن هذه الصفة اشتهر إطلاقها على الحسين عليه السلام. قلت: من هو؟ قال: الحسين بن علي صاحب كربلاء، من أتاه شوقا إليه. لاحظوا التأكيد على الشوق، أن لا يكون زيارتك خالية من هذه المشاعر، خالية من هذه الأحاسيس، زيارة باردة، لا، فلتكن زيارتك زيارة حارة عن شوق عن لهفة، وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين عليه السلام، هذا هو جزاؤه. لاحظوا يقول: أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. الناس كلهم مشغولون بالحساب ويخافون الحساب وفزعون من الحساب إلا زائر الحسين عليه السلام الذي أتاه شوقا، هذا يجلس على مائدة واحدة مع أهل البيت عليهم السلام، يأكل معهم والناس مشغولون بالحساب. والحساب لا تظن بأنه ساعة أو ساعتان أو غير ذلك، أو يوم أو يومين أو غيرها، هذه قد تستغرق مئات السنوات، قد تستغرق آلاف السنوات والناس في الحساب. هذه الفترة كلها أتباع أهل البيت وزائر الحسين عليه السلام شوقا يتنعم بالأكل مع أهل البيت، يتنعم بالجلوس مع أهل البيت، يتنعم بهذه الفرحة، فرحة لقاء أهل البيت عليهم السلام. كذلك وردت رواية أخرى عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن أتى قبر الحسين عليه السلام؟ قال: من أتاه شوقا إليه، أيضا التأكيد على الشوق، كان من عباد الله المكرمين، وكان تحت لواء الحسين بن علي حتى يدخلهم الله الجنة. لا يدخل الحسين عليه السلام الجنة إلا ومعه زائروه، إلا ومعه من كان يزوره شوقا إليه، يأخذه ويصطحبه معه إلى الجنة. كذلك في رواية أخرى عن محمد بن مسلم أيضا ينقلها عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. هذا يدل على أن الفضل الحقيقي، الثواب الحقيقي لزيارة الحسين عليه السلام لم يكشف عنه، أهل البيت عليهم السلام لم يكشفوا عن الثواب الحقيقي والفضل الحقيقي لزيارة الحسين عليه السلام، لأنهم لو كشفوا هذا الأمر الناس لم يكونوا يستطيعون أن يبقوا أحياء في هذه الدنيا، كانت أرواحهم تخرج من أجسادهم شوقا للحصول على هذا الثواب وهذا الأجر. قلت: وما فيه؟ قال: من أتاه تشوقا كتب الله له ألف حجة متقبلة،
وألف عمرة مبرورة، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر، وأجر ألف صائم، وثواب ألف صدقة. لاحظوا الثواب، هذا كله ليس الفضل الحقيقي، هذا بعض الفضل. وثواب ألف صدقة مقبولة، وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله، عتق ألف نسمة. ولم يزل محفوظا سنته من كل آفة أهونها الشيطان، الشيطان لا يستطيع أن يوسوس له، لا يستطيع أن يغره. ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه، إلى نهاية هذه الرواية المباركة التي تبين ثواب هذا الزائر. ثم يقول الإمام الباقر عليه السلام في يوم القيامة عندما يحشر الناس إلى الحساب، يقال هذا من زوار الحسين شوقا إليه، هذا الثواب، هذا الأجر العظيم الذي يعطى، والكرامة التي يحظى بها زائر الحسين عليه السلام في الآخرة. الملائكة تبين للناس بأن هذا الزائر كان زائر الحسين عليه السلام شوقا إليه، فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين عليه السلام، مهما كان ثوابه عظيما، مهما كانت درجته كبيرة في الآخرة، إلا أنه يتمنى بأنه كان من زوار الحسين عليه السلام، لما يرى من الثواب، لما يرى من الكرامة التي يحظى بها زائر الحسين عليه السلام. هذا قد يكون بالنسبة للإنسان المشتاق الذي يشتاق إلى الذهاب إلى زيارة الحسين عليه السلام. في بعض الأحيان الإمام الحسين عليه السلام هو الذي يشتاق إلى زائريه، هو الذي يلقي في قلوبهم الشوق حتى يقصدوه وحتى يأتوا إليه، هو الذي يعطيهم الإذن، هو الذي يلقي في قلبهم حرارة الشوق وحرارة الزيارة. وهذا ثابت في الروايات الكريمة بأن أهل البيت عليهم السلام مثلما أن المؤمن يشتاق إليهم، هم أيضا يشتاقون إلى زائريهم، يشتاقون إلى شيعتهم. فهذه درجة عليا للزائر، بحيث أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي يشتاق إلى زيارته فيدعوه حتى يأتي ويزوره. لاحظوا ما يثبت ذلك ما روي عن علي بن عبد العزيز قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: والله قسم من الإمام الصادق عليه السلام، إني لأحب ريحكم وأرواحكم ورؤيتكم وزيارتكم، أحبكم، أحب ريحكم، أحب أرواحكم، أحب رؤيتكم، أحب زيارتكم، أنا أحبها. لم يقل أنكم تحبون أن تأتوا إلي، لا، أنا الإمام الصادق عليه السلام أحب هذه الأمور، أحب أن أراكم دائما، أحب أن أجدكم تزوروني دائما. هذه كلها من الدرجات العالية التي من الممكن للمؤمن أن ينالها. وإني لعلى دين الله ودين ملائكته، فأعينوا على ذلك بورع. أنا في المدينة بمنزلة الشعيرة أتقلقل حتى أرى الرجل منكم فأستريح إليه. هذا مثال يضربه الإمام الصادق عليه السلام عن حالته عندما يكون وحيدا، يقول بأنني أنا أكون في حالة من الحزن، في حالة من الوحدة، في حالة من الوحشة عندما أنتم تكونون بعيدين عني، ولكن عندما تقدمون علي في المدينة أرتاح إليكم، أرتاح، أفرح، أسر في رؤيتكم. وهذا أيضا يكون حال سيد الشهداء عليه السلام، هو أيضا يحب زائريه، يشتاق إلى زائريه، فبالتالي إذا اشتاق إلى أحد من زواره ألقى في قلبه حرارة الشوق لكي يأتي ويقصده في الزيارة. جعلنا الله وإياكم من المتشوقين لزيارة الحسين عليه السلام في الدنيا، ومن الذين يشتاق الحسين عليه السلام لزيارته له في الدنيا أيضا، وأن يكون من الذين نحشر معه في الجنة سوية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.